رسمية يعرفوها كاع المغاربة، شعيبية طلال. تزوجات وهي عندها 13 عام ومات راجلها وخلها هي وولدها وهي عندها غير 15 عام. واخا عمرها ما مشات للمدرسة ولات من أشهر لي بانتر ماروكان. لو ستيل باش كترسم خلاها تكون عندها شهرة في المغرب وحتى في العالم. عام 1929 تزاد شعيبية طلال في شتوكا جهة جديدة. كبرات في عروبية حتى كملت 7 سنين ومشات تعيش مع عمها في الدار البيضاء. ومن بعد تزوجات وهي عندها 13 عام ودغيا مات راجلها وبقات غير هي وولدها اللي تا هو ملي كبر مشى لفرنسا وتما قرا لها. شعيبية طلال ما قراتش وما تعلماتش لها، كانت كتقول بلي الذاكرة ديالها اللي فيها دي زيماج من لونفونس والأحلام ديالها كانت هي الخزان اللي كتاخذ منه الانسبيراسيون. ملي كان ولدها صغير كان عزيز عليه يرسم في المدرسة، وهنا فين اكتشفت شعيبية اون فاسون اللي تقدر تعبر بيها على راسها. شرات أدوات الرسم وكانت كل نهار من بعد ما كتكمل دي زوغ طوال ديال الخدمة كانت كتجلس كترسم. عام 1965 جا لو كريتيك فرونسي بيير كوتيبير عند ولدها لو جون بانتر الحوسين طلال، وتما اكتشف الموهبة ديال الشعيبية وشاف لي طابلو ديالها وقال ليها انتي رسامة. العام اللي موراه عرضت الأعمال ديالها في لانسيتو غوت في كازا وفي جوج ديال المعارض في باريس. شاركت موراها الشعيبية طلال في بزاف ديال دور العرض العالمية مع دي بانتر كبار. وخا العالم كامل كان كيهضر عليها ورحب بلا ديالها، واجهت الشعيبية موجة ديال الاحتقار من عند نقاد وفنانين المغاربة اللي كانوا كيقولوا بلي لي طابلو ديالها لا علاقة مع الفن وما عندهم حتى معنى غير خطوطة ما كترقاش لله. هاد الموقف دغيا اختفى خصوصا ملي بدا لو موند كيعترف بأن متحرر من المعرفة ومن توسكية تيوغيك. لغ ديال الشعيبية مطبوع بذكريات الطفولة ديالها ولا غولاسيون ديالها بالطبيعة. كانت كترسم حتى وجوه مرة فرحانة ومرة لا. في واحد اللقاء صحفي قالت بلي كان كيعجبها تخرج وتشوف دي فام اللي كيخيطوا واللهجات اللي ميتين ليهم رجالهم وكانت كتعاونهم وتهما كانوا اون سورس دانسبيراسيون ليها. من عام 1966 نظمت شعيبية طلال معارض دولية من بيناتها معارض في كوبنهاغن في 1966، في إيبيزا في 1974 وفي باريس، وشاركت في معارض في هولندا في 1980 وبرشلونة ولا سويس في 1989 وحتى في ألمانيا عام 1993. حصلت شعيبية على الميدالية الذهبية الجامعية ديال الأكاديمية الفرنسية للتربية عام قبل ما تموت. لاغوس دارت اون باج بسميتها وقاموس أكسفورد كتب عليها مادة تعريفية في معجم ديال لي زارتيست أفريكا. لو 3 أفريل 2004 ماتت شعيبية طلال بسكتة قلبية وخلات ان اكزومبل لأي بنت أو حتى ولد أنهم يقدروا يديروا أي حاجة بغاو يوصلوا ليها بغض النظر على لا فيزيون ديال المجتمع وعلى كريتيك ديال الناس الآخرين.